السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله عندنا النهاردة مراجعة تلك الامتحان على مادة التربية الدينية الإسلامية فرع إيه؟ قصة الصحابي الجليل أسامة ابن زيد. يا سنة تانية لو أول مرة تشوف قناتي تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وتعمل لايك للفيديو، وإن شاء الله هرسل لك الروابط الملزمة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، حملها وذاكر منها لأنها تشمل أهم النقاط على هيئة سؤال وجواب. يلا بينا يا سنة تانية نشوف المراجعة بتاعتنا. عندنا الفصل الأول في مكة قبل إيه؟ الهجرة. ملخص الفصل الأول سؤال وجواب. اذكر بعد ما كان يعرض في سوق عكاظ. طبعا كان يعرض فيه اجود ما يقول الشعراء والخطباء، وفي مكان مخصص لبيع العبيد. ماذا طلبت السيدة خديجة من ابن اخيها حكيم ابن حزام؟ طبعا طلبت منه ان يشتري لها غلاما يقوم على ايه خدمتها. من الذي اشتراه حكيم ابن حزام للسيدة خديجة وبكام؟ طبعا كان ايه اشترى لها زيد ابن حارثة ب400 طبعا ايه درهم. صف زيد ابن حارثة عندما اشتراه حكيم للسيدة خديجة. طبعا كان غلاما يافعا ذا انف افطس، لونه اسمر شديد الثمرة. كيف أصبح زيد عبدا يباع ويشترى؟ طبعا أثناء وجوده عند أخواله بحي بني معن مع أمه، غار بنو يقين عليهم وأصرت الغلام وباعته في سوق عكاظ. ما صفات محمد صلى الله عليه وسلم التي أعجب بها زيد؟ طبعا أعجب برقة شمائله وكرم إيه خلقه وعفة لسانه ووفائه وعدله إيه وتواضعه. كيف عرف أبو زيد مكانه؟ طبعا عندما التقى زيد في موسم الحج ببعض جيران والده فعرفهم، أخبره طبعا بحزن والده عليه. ماذا طلب أبو زيد وعمه من محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا طلب منه أن يحسن إليهما في فداء زيد. بما رد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا رد عليهم طبعا أن يخيراه هل يختارهم أم إيه يختاره. ما الذي اختاره زيد وماذا قال له أبوه وعمه؟ طبعا اختار محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له أبوه وعمه ويحك تختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك. ما موقف النبي من تفضيل زيد له على أبيه وعمه؟ طبعا أخذ بيد زيد إلى حجر إسماعيل وأعلن للناس أن زيدا ابنه. بما عرف زيد بعد ذلك ومتى زال الاسم عنه؟ طبعا زيد ابن محمد، وزال الاسم عنه عندما حرم الإسلام التبني. قال لي سارع زيد بالدخول في الإسلام فما ترتيبه؟ طبعا هو من أسلم من الموالي، ورابع من أسلم بعد أبو بكر والسيدة وخديجة وعلي بن أبي طالب. بمن تزوج زيد؟ طبعا تزوج ببركة أمه أيمن حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا كان زيد يتردد على بيت زيدا كثيرا؟ طبعا لأنه كان يحب أسامة بن زيد ويحمله ويقبله. ننتقل إلى السؤال اللي بعديه. قال من قائل هذه العبارة وما المناسبة؟ أحن إلى قوم وإن كنت نائيا فإني قعيد البيت عند المشاعر. طبعا قائل هذه العبارة زيد مين؟ ابن حارثة. والمناسبة طبعا عندما التقى في أحد مواسم الحج بنفر من جيران والده وأراد أن يطمئن والده فأرسل إليهم هذا البيت. ننتقل للسؤال اللي بعديه. ده علامة صح أو علامة خطأ. أسلم زيد بن حارثة لأنه كان عبدا للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا العبارة هنا خاطئة. جاء حكيم بن حازم ابن حزام يناشد النبي في زيد، العبارة خاطئة. اشترى محمد بن عبد الله زيدا من السيدة خديجة، العبارة خاطئة. أصر بنو اليقين زيدا مع من آثر من بني معن وبيع في طبعا في سوق عكاظ. طبعا العبارة هنا صحيحة. السؤال اللي بعده. علل زواج زيد من أم أيمن. طبعا لحب الرسول لزيد وحب الأم أيمن، وكان يقول هي أمي بعد أمي. تردد النبي على بيت زيد طبعا لأنه كان يحب أسامة ويحمله ويقبله. السؤال
ننتقل إلى الفصل الثاني، تطلع أسامة للجهاد. قال لعلل زيد يحمل النبل والسهام إلى بدر، طبعا لأنه كان من أمهر إيه الرماة. أم أيمن تحمل الضماط والقربة، طبعا لأن هذا العمل يناسبها كامرأة، فهذه كانت وظيفتها في الحرب لأنها تسقي الناس وتمد إيه طبعا إيه تمد المصابين وتضمد ايه تضمد المصابين عفوا. ضع علامة صح او علامة ايه خطأ. انتصر المسلمون في بدر لكثرة عددهم واعدادهم، طبعا العبارة ايه خاطئة. اصرت قريش على الثأر بعد هزيمتها في بدر، عبارة صحيحة. كان المسلمين في بدر ثلث عدد المشركين، العبارة صحيحة. قال لي عرف المسلمون الاوائل احدث طرق تربية الأطفال دلل على صدق هذه العبارة من القصة، طبعا هنقول نشأ أسامة على توحيد الله تعالى وكان مواظب على الصلاة ويحفظ القرآن وتخلق بالأخلاق إيه الحميدة. ماء الدروس المستفادة من غزوة أحد، طبعا الأخذ بمبدأ إيه الشورى. طاعة الرسول الإيمان بالله من أسباب النصر. مخالفة أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حول النصر إلى هزيمة، وحب الصحابة للنبي والدفاع عنه، طبعا دي تقول ايه كل الدروس المستفادة من غزوة أحد. متى كانت سرية مؤتة ومن قاد جيش المسلمون ولماذا عدد النبي القيادة فيها؟ طبعا سرية مؤتة كانت 8 هجريا، وقادة الجيش كان زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد. عدد النبي لكي ايه عدد النبي طبعا لكي إذا أصيب واحد يأتي الآخر فيقود طبعا إيه الجيش. ضع علامة صح أو علامة خطأ. خالد بن الوليد عينه النبي قائد مؤتة، طبعا عبارة خاطئة. دفعته ظروف الحرب إلى القيادة، العبارة صحيحة. كان سبب النصر في المعركة، العبارة خاطئة. كان السبب في الحفاظ على الجيش في مؤتة، العبارة صحيحة. ما موقف الوالدين من طلب أسامة؟ طبعا أخبره أنه لا يزال صغيرا وأن طريق الجهاد أمامه طويل. كم كان عدد جيش المسلمين في بدر؟ كم كان عدد جيش المشركين؟ وكم كان عدد المشركين؟ طبعا عدد المسلمين 300 رجل وعدد المشركين حوالي 900. طيب بما فوجئ المسلمون في صفوف الجنود وماذا فعلوا؟ طبعا فوجئوا بصبي صغير في صفوف المجاهدين ومعه سيف ودرع فأشفقوا عليه وأقنعوه بالرجوع. ماذا تمنى أسامة بعد استشهاد والده وما الذي أفرحه؟ طبعا تمنى أسامة بعد استشهاد والده أن تتاح له الفرصة لمحاربة الروم حتى يأثر لشهداء مؤتة جميعا ولأبيه. وفرح طبعا عندما علم أن النبي قرر أن يخرج على رأس جيش لمحاربة الروم. ننتقل إلى الفصل الثالث، فتح مكة. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. كان صلح الحديبية سنة 6 هجريا 8 هجريا 9 هجريا، طبعا كان صلح الحديبية في العام السادس الهجري، الذي أبلغ النبي بموقف قريش، رجل من خزاعة، رجل من بكر، رجل من الأنصار، طبعا هو رجل ايه من خزاعة. عدد الجيش الزاحف على مكة 5000 10000 12000، طبعا عدد الجيش الزاحف على مكة كان 10000 من ايه من الجيوش. قال لماذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قراره بفتح مكة؟ طبعا لأن قريش نقضت عهد الحديبية وبشره الله بفتح مكة قريبا حتى جاء الموعد بفتحها. ما مظاهر نقد قريش لصلح الحديبية؟ طبعا اعتدوا على قبيلة قزاعة لمخالفة النبي. صف مشهد الجيش وهو متجه إلى مكة، طبعا زحف الرسول إلى مكة في 10000 مقاتل. في مشهد رائع هز مناكب الصحراء واستمر الموكب مسيرة بضعة أيام. ننتقل للسؤال اللي بعديه. قال ما إحساس أبي بكر حينما رأى أسامة خلف النبي على بغلته البيضاء؟ طبعا إحساس بالفرح وتعظيم رسول الله والتكريم لأسامة لمكانته عند طبعا النبي. اذكر حادثتين تدلان على حب النبي لأسامة، طبعا هي أن الرسول أركبه خلفه على بغلته وأدخله معه ليصلي في الكعبة عند فتح مكة.
ما قصة المرأة المخزومية؟ درس ومواقف وضح. طبعا معرفة قريش مكانة أسامة عند رسول الله وحدود الله لا شفاعة فيها حتى من أقرب الأقربين، والكل عند الله سواء في المعاملة. ننتقل إلى الفصل الرابع، أسامة في موقعة حنين. يؤكد التاريخ الصلة القوية بين فتح مكة وغزوة حنين، اشرح وعلل. طبعا قبيلة هوزان كانت تسكن بأحد الجبال شرق مكة ولا تريد أن تصبح مكة عاصمة للمسلمين، فتحالفوا مع القبيل الثقيف لهذا الأمر. جمعت هوزان أمرها لتضمن النصر، دلل على صحة العبارة. طبعا عندما خرجت تحمل كل ما عندها من ذهب وفضة والإبل والماعز وصحبت النساء، وذلك لتشجيع الجنود على القتال. ننتقل للسؤال اللي بعديه، بيقول لي ايه موقف النبي يوم حنين؟ درس لقادة الحرب المعاصرين، وضح ذلك. طبعا الدرس فيه الصمود والثبات وتحمل المسؤولية في مواجهة الشدائد وتجميع القوة لصد الأعداء. أكمل الزهو والخيلاء في الحرب سبب طبعا ايه الهزيمة، والإيمان والثبات طبعا بيحققان النصر. ما وجه بطولة أسامة يوم حنين؟ وهل تحب أن تكون بطلا مثله؟ طبعا هو واحد من المؤمنين الذي أنزل الله سكينته عليهم لحظة إدبار المسلمين، وخرج أول غزوة مع النبي وعنده 16 عاما. طبعا أحب أن أكون إيه مثله. اللفتة المؤمنة موقف عظيم سجله القرآن، اشرح الموقف ثم اكتب ايه الآية. طبعا هو ثبات المؤمنين حول النبي على الرغم من ان بعض المسلمين ولوا الأدبار، ولكنهم ثبتوا. قال الله تعالى: ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم ايه تروها. علل قيادة أسامة امتحان للصحابة، طبعا لأنه كان صغير السن ومن الصحابة من هو أكبر سنا وله تجارب كثيرة في الحروب. إخفاء النبي لقرار اتخذه ولم يعلنه، طبعا حين حتى يحين موعده، لأن كبار الصحابة سوف يكون في نفوسهم ما يحملهم على عدم القبول والرضا، ولكن النبي كان مقتنع برأيه والصحابة كلهم لم يخالفوا رأي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ساقت هوذان وثقيف كل ما تملكان طبعا ليكون دفاعا إلى خوض المعركة في حماس وإظهار الشجاعة وتحقيق النصر. قول بعض المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة. طبعا عدد المسلمين كثير ويمتلكان السلاح، وكانت هزيمة في أول الأمر. ولضع علامة صح أو علامة خطأ، وقف المسلمين أمام مضايق وادي حنين وشعابه، العبارة خاطئة. هجم المسلمون على أعدائهم فأخذوهم مرة واحدة، العبارة خاطئة. تقهقر المسلمون فناداهم النبي: هلموا إلي، العبارة صحيحة. أنزل المسلمون بهوذان وحلفائها أقصى هزيمة شهدتها الصحراء، العبارة صحيحة. كانت غزوة حنين أول غزوة يخرج فيها أسامة مع النبي، العبارة صحيحة. وبكده يا سنة تانية وصلت معاكم لنهاية المراجعة. أتمنى تكون المراجعة عجبتكم. ياريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.